السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل الفلسطينية على قضية لاعب يوسف عطال الذي وقف مع فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. شو القصة؟ خلينا نشوف يا حبيبي. نحن في زمن القوي على ضعيف. محكمة نيس الفرنسية حكمت على اللاعب الجزائري يوسف عطال بالسجن 10 أشهر غير نافذة، وكمان تغريبة مالية قيمتها 45 ألف يورو، والسبب انه كان عم ينشر فيديوهات للداعي محمود حسنات اللي كان عم بيناهض فيها ويناصر فيها فلسطين والقضية الفلسطينية. نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة. عشت يا حبيبي، والله هذا ما زادك الا عز وفخر. تحياتي.